توفنا في معارج مدارج إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونسأل قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، كنا تكلمنا في الجلسة السابقة أن تعظيم ما عظمه الله عبادة، ونحن لم نؤمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن أمرنا أن نعظم كل ما خلق الله. أمرنا أن نعظم النعمة فلا نحقرها، وأمرنا أن نعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأمرنا أن نعظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأمرنا أن نعظم الوالدين، وأمرنا أن نعظم الكبراء من الناس، وأمرنا أن نعظم العلماء والصالحين والصديقين والشهداء. كل هؤلاء أمرنا بتعظيمهم، لأن هؤلاء جميعا هم خلق الله، فتعظيم ما خلق الله عبادة عظيمة ولا تؤدي للشرك على الإطلاق، بل الشرك هو احتقار ما خلق الله. الشرك هو احتقار ما خلق الله، لأن كفر إبليس لم يكن بإنكار الألوهية، لأنه تكلم مع الله مشافهة، ولكن كان كفر إبليس احتقار ما خلق الله. لما خلق الله سيدنا آدم وأمره أن يعظمه بالسجود له، أبى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما احتقر ما خلق الله اعتبره الله إمام الكافرين، وجعله الرجيم وهو المطرود من رحمة الله. فاحتقار ما خلق الله هو الشرك وهو الكفر، أما تعظيم ما خلق الله هو التوحيد وهو الإيمان. ولما كان رسول الله أكرم خلق الله، فكان هو أولى الخلق على الإطلاق بالتعظيم والتوقير، لأن كل الخلق مأمورين أن نحترمهم. حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في قتل النفس: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فعظم النفس. وقال: من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأطلق النفس حتى على الكافر، تطلق على الكل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحترم الجميع صلى الله عليه وسلم، لأن احترام الخلق من احترام الخالق، واحترام الصنع من احترام الصانع. فأنت مثلا في بيتك إن كنت صانعا وتصنع أشياء وتتقنها، ثم يأتي بعد ذلك من يلطخها ومن يحتقرها ومن يكسرها، لابد وأنك تغضب عليه. ولله المثل الأعلى، لما خلق الله الخلق، فإذا جاء واحد من الخلق احتقر صنعة الله، يبقى ربك يغضب عليه على طول، كما أنك تغضب على من يحتقر صنعتك، وأنت مخلوق ضعيف تغضب على من يحتقر ما صنعت بيديك وأنت ضعيف مخلوق. فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وجعل الخلق موصلين للخالق، وجعل الصنع موصلة للصانع، وجعل الصنع دليل عليه سبحانه وتعالى، فكيف تحتقر الدليل عليه؟
فاحتقارك للصنعة هو احتقار للدليل على الله، وهذا لا يليق من إنسان مسلم. ولذا ترك تعظيم ما عظمه الله هو عين الشرك، خلافا لمن يدعي أننا إذا عظمنا رسول الله نقترب من الشرك. بعض الناس تدعي هذا، اذا عظمت رسول الله وقلت سيدنا رسول الله وكان الله يخصه بكذا ويخصه بكذا وتذكر ما خصه الله سبحانه وتعالى، يقول كفاك يا اخي انه بشر، والا نقع في الشرك، وهو لا يدري انه هو الذي وقع في الشرك. لان مهما عظمنا الخلق فما زالوا مخلوقين، وما زالوا مقهورين بالخلقة لأنهم مخلوقين ضعفاء مفتقرين إلى الله. فمهما عظمنا رسول الله وأي رسول، ومهما عظمنا أي ولي وهو ولي، فهو ما زال مفتقر إلى رحمة الله. الكل مفتقر لرحمة الله، من أول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أدنى الخلق على الإطلاق، الكل يفتقر إلى الله ويفتقر إلى رحمة الله في كل لحظة وفي كل ما في كل وقت. حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقه. فالكل مفتقر الى الله، فتعظيم خلق الله لا يؤدي للشرك على الاطلاق، بل هو تعظيم للصنعة، وتعظيم الصنعة من تعظيم الصانع، وتعظيم الدليل من تعظيم الدال عليه، لان الخلق أدلاء على الله. حتى إن الأعرابي البسيط استدل بالخلق على الخالق، قال تدل البعر على البعير والأثر على المسير، أفلا تدل هذه السماوات والبحار على ذات العليم الخبير، يبقى استدل بالخلق على الخالق. نعم. لم نسمع عن نبي عبد، هات لي اسم نبي واحد، هات اسم نبي واحد الا سيدنا عيسى ابن مريم. استنى بس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ احنا امه الرسول صلى الله عليه وسلم مهما عظمت عارفه ان الرسول لا مخلوق. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، وتكلمنا عن الحديث. يبقى هنا النهي عن الاطراء المبالغ فيه اللي يوصله لمقام الالوهيه، كويس، ولكن ليس النهي عن مطلق الاطراء، واخد بالك؟ بس خلاص. يبقى اذا كان ربك قال يوقروه ويعذروه، والتوقير هو التعظيم، واخد بالك ازاي؟ يبقى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم طالما الانسان تعلم انه نبي ومخلوق، يبقى مهما قالت فيه طالما هو في مقام المخلوقيه لا يصل الى مقام الخالق على الاطلاق. مهما عظمنا سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل ربنا قايل عليه، واخد بالك، ذي قوة عند ذي العرش مكين، ما زال مخلوق مفتقر إلى رحمة الله. سيدنا جبريل اللي كان أجنحته تسد الأفق، واخد بالك؟ يبقى تعظيم المخلوق لا يؤدي للشرك على الإطلاق، لأنه ما زال مقهور بأنه مخلوق وأنه مفتقر إلى رحمة الله. هذا هو المطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على أمته وعرضت عليه أحوال أمته إلى أن تقوم الساعة، قال ما الشرك أخاف عليكم. فأنت هتخاف على أمة الرسول من شيء موهوم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال ما الشرك أخاف عليكم، ولكن أخاف عليكم من الدنيا، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخف على أمتي من الشرك. إن لو أمة النبي هتقع في الشرك ما يبقاش النبي خاتم الأنبياء، تأكد. لأن لو كانت أمة النبي مكتوب إن هي هتقع في الشرك بعد قرون عديدة، يبقى لابد أن يرسل نبي جديد ليرد الناس إلى التوحيد، لأن كان فايدة الأنبياء أنها ترد الناس للتوحيد. فلما ختم بالنبي النبوات وكان خاتم الأنبياء، يبقى تأكد أن أمة النبي لن تعود إلى الشرك على الإطلاق. إحنا بنتكلم على الشرك الكبير اللي هو الشرك اللي يخرج من الملة، مش الشرك الخفي اللي هو زي الرياء والعمل للناس، دي شرك خفي لا يخرج من الملة، ودي مش معصومة منه الأمة، لكن الأمة معصومة من الشرك الكبير اللي هو يحوجها لنبي يأتي بعد نبينا. ولما كانت الأمة غير محوجة لنبي يأتي بعد نبينا لثبوت ختام النبي ختام النبوة بالنبيين صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، دل على أن الأمة لا تقع في الشرك على الإطلاق. ما تخافش عليه، خايف عليها من أمر ربنا ما كتبوش عليه، يبقى أنت عايش نفسك
في اوهام ساعد نفسك من اجلها. نخش في الموضوع. اي وفي سورة يوسف قول ايه؟ قول يا سيدي قول. ده بيتكلم على ام على الامم السابقة، وبيتكلم هنا في الشرك، هنا على الشرك الخفي. واخد بالك زي ما هو الشرك نوعان، شرك يخرج من الملة اللي احنا بنقول ان الناس تبقى محتاجة لنبي عشان يردها للتوحيد، وشرك خافي اللي هو واحد يعمل من اجل المنصب، يعمل من اجل الناس، يعمل من اجل المال، يحب الدنيا يفتن بيها، هو ده الشرك الخافي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اخاف عليكم منه. واخد بالك تحارب الامة بعضها بعض من اجل المناصب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميس. فدي عبودية مش عبودية تخرجه من الملة، تجعله يقع في المعصية ولكن لا تخرجه من الملة. خدت بالك ازاي؟ يبقى في شرك دون شرك. أمة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة من الشرك الأكبر على الإطلاق، ما تخافش عليهم بقى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أحوال أمتي لحد ما أهل النار يدخلوا النار وأهل الجنة يدخلوا الجنة، وأخبر عن ذلك كله وقال ما الشرك أخاف عليه. فيبقى اللي يجي يعظم النبي والناس تخاف منه وتقول له اوعى انت هتعلم الناس الشرك وهتوقع الناس في الشرك، يبقى مش فاهم. ده مش الشرك الحقيقي اللي احنا نخاف منه، ولكن في الشرك الخفي اللي احنا ايه نحاول نهذب انفسنا منه باننا نعرف بقى سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف انه باع الدنيا ولم يفتقر اليه على الاطلاق، وكان كل افتقاره بالله وكل غناه بالله وكل توكله على الله وكل اطمئنانه بالله وسكينته كانت بالله. ده كل ده يقوم يمنعك ويعصمك بقى من الشرك الاخر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف عليه منه. واحنا ده بصدد هذا الموضوع. فواحد بيعظم ابوه يقبل ايده ويبقى نقول له انت مشرك؟ لا، اما يجي ابوك بتبقى مضطجع كده ويخش عليك وانت نايم ورافع رجلك في وشه تبقى انت كده موحد؟ مستحيل. ده احنا امرنا بتعظيم الاباء والامهات، والرسول صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم. وهنقرا هذه الايه. انا باكد هذا المعنى وان كنت قلته في كذا جلسه لانه يخفى على كثير من الناس، يخفى على كثير من الناس، واكرره علشان لانه اراد الناس في العصر الحديث بعد ظهور الحركه الوهابيه بتلبيس هذا المعنى على الناس من اول هذا القرن. يجي اي واحد يعظم نبي او يعظم والي او يعظم شهيد ويقول بعض خصائصه او بعض صفاته العظيمه يقول لك انت كده هتوقع الناس في الشرك. هو اللي مشرك مش واخد باله، لان عنده مقام الالوهية قريب من مقام المخلوقية. لو كان الله سبحانه وتعالى قدره حق قدره لكان اعلى قدره، بحيث مهما رفع قدر المخلوق لا يقترب من ايه؟ من مقام الخالق. يبقى اللي بيحط الناس في اقدارهم الحقيقية هو ده الموحد الحقيقي، هو ده الموحد الحقيقي. انما اللي خايف لحسن يرفع قدر المخلوق يقوم يقرب لقدر الخالق، يبقى ده انسان ما قدر الله حق قدره، لانه لو قدر الله حق قدره يعلم انه مهما رفعنا المخلوق فما زال مخلوق ومفتقر الى الله في كل حال وفي كل لحظه. نبدا اليوم في الفصل العاشر من الكتاب، وهو الفصل الاخير من الباب الاول. والباب الاول الكتاب اصلا عباره عن 4 فصول، والفصل الاول عباره عن اربعه ابواب. الفصل العاشر فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز. وكلمة العزيز يعني المنيع عن الإبطال، أو العزيز يعني الكثير النفع، العديم النظير. شيء عزيز يعني عديم النظير، لا يقاربه شيء. فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده. يبقى لو ربك كان يعلم ان لما ربنا يبين عظمة الانبياء في كتابه ويبين عظمة نبينا في كتابه ان دي تشوش الناس على الشرك، كان ربنا ما قالهاش في كتابه، لان كتابه نزل اساسا يدل الناس على التوحيد. ولكن لما دل الله على عظمة الانبياء في كتابه وعلى عظمة نبينا فوقهم، دل على ان تعظيم ما عظمه الله عباده، لانه مذكور في القرآن بنص القرآن. ومن كرامته أي كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه، ومكانته عنده يعني لديه، وما خصه به صلى الله عليه وسلم من ذلك سوى ما انتظم فيما ذكر آنفا، يعني قبل، يعني فيما ذكرناه قبل ذلك. لأنه في الفصول السابقة مثل كل الآيات تقريبا اللي وردت في القرآن متعلقة بحق نبينا وذكرها تفصيلا وشرح فيها أقوال المفسرين. ثم جاء في هذا الفصل وذكر بعض الايات اللي فاتته اللي هو ما قالهاش في الفصول السابقه،
كأن هذا الفصل تكميل لما ورد في القرآن من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما قصه تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان، اللي هو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنجم، وتكلمنا فيها تفصيلا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وقلنا أن من تفسيرات النجم أن النجم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه علامات وبالنجم هم يهتدون. فلما كان النجوم في الدنيا كانت لهداية الخلق في السير في الدنيا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نجم الهداية، به يهتدي الناس جميعا إلى الطريق في الطريق إلى الله. فيبقى النجم هنا بالمعنى الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نجم الدنيا ينطمس يوم القيامة، أما نجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطمس منذ أن أذن الله سبحانه وتعالى لروحه في الأرواح أن تكون سيدة الأنبياء، ثم بعد ذلك أن أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يبعث، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يدخل الخلق الجنة والخلق الآخر النار. يبقى نجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي، لأنه هاد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل قوم هاد في الحديث لما سألوه في الهجرة، لما سألوا سيدنا أبي بكر في الهجرة من معك، وكانوا عارفين سيدنا أبو بكر لأنه كان بيتاجر ويسافر كتير القبائل، فعرف شكله، لكن مش عارفين شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسافر إلا قليل. فلما شافوا سيدنا أبو بكر في طريق الهجرة ومعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولوا له من معك، قال معي هاد، يعني يقصد هاد يهديني الطريق، طريق إلى الله، لكن هم فهموا يهدي الطريق إلى إيه، إلى سفره، فتركوه مشي. فهو صدق سيدنا أبو بكر في الحقيقة، وإن كان عرب في الظاهر، وربنا سبحانه وتعالى قال لكل قوم هاد، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هادي. يبقى النجم هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح. إذا هوى، يعني إذا هوى من الهوي يعني السقوط، أي إذا عاد إلى الأرض بعد كمال المعرفة في المعراج، أو إذا هوى من الهواية وهو الحب وهو كمال الشغف بالله والشوق إلى الله والفناء في الله. يبقى ممكن تبقى إذا هوى هنا من الهوي يعني الهبوط بعد المعراج، وما أصاب القلب الكريم والكبير بالأنوار والفيوضات التي أصاب الله سبحانه وتعالى بها عليه، يبقى من الهوي، أو من الهواية أو الحب، يعني هوى يعني أحب، أو هوى يعني سقط، وبالمعنيين تؤدي نفس المعنى. ومن طوت عليه القصة، أي قضية الإسراء والمعراج، من عظيم منزلته صلى الله عليه وسلم وقربه، وهنا احنا قلنا قرب مكانة مش قرب مكان، خد بالك، لأن الله منزه عن المكان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند سدرة المنتهى لم يكن أقرب إلى الله منه وهو في مكة. الله سبحانه وتعالى قريب إلى عباده في كل لحظة، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد في كل لحظة، لأنه لا مكان، كان الله ولم يكن شيئا معه، هو الذي خلق المكان. ولكن دي قرب مكانة، قرب مكانة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، دي قرب مكانة. لكن سواء كنت ساجد أو راكع أو نايم أو عاصي أو طائع أو ماشي، ربك سبحانه وتعالى قريب منك نفس القرب، ولكن أنا في قرب مكان وقرب مكانة. الله منزع عن قرب المكان لأنه خلق المكان، ولكن نقول أنها قرب مكانة ومكانة، وقرب هنا استدل منه إيه، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دي دليل على قرب المكانة. ومشاهدته ما شاهد من العجائب المستفاد من قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، حيث رأى الأنبياء ومقامات الأنبياء في السماوات العلى، وحيث رأى الملائكة ورأى ملكوت الله سبحانه وتعالى في السماوات، ورأى أهل النار وهم يتعذبون فيها، وأهل الجنة، ورأى سدرة المنتهى، ورأى سيدنا جبريل والمعراج والبراق، وصلى بالأنبياء جميعا في البيت المقدس. وبعد ذلك لما افترق عن سيدنا جبريل وتجلى الله سبحانه وتعالى عليه بالرؤية، ورأى ربه حيث ما كذب الفؤاد ما رأى،
أفتمارونه على ما يرى؟ كل هذه الآيات التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على كمال خصوصية هذا النبي الكريم. والعجيب أن هذا كله تم في لحظة من الليل، حتى أنه لما عاد إلى فراشه وجد فراشه ما زال بسخونة الفراش الذي يكون الإنسان ما زال راقدا عليه، يعني كأنها كانت في لحظة من لحظات الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى فرد هذا الوقت كله وجعله في لحظة من لحظات الدنيا، لأن الزمان بيد الله سبحانه وتعالى يفعل به ما يشاء سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر العلماء في هذا العصر أن يخلي الثانية 33 مليون سنة من بتاعتنا، اللي هو اكتشاف أحمد زويل، مش هو عبارة عن الفنتو سكن دي، عبارة عن أنه فرد الثانية دي إلى أجزاء سماها فنتو سكن. الفنتو سكن دي تساوي 33 مليون سنة من السنين ايه بتاعتنا، لو كانت الفنتو سكن دي ثانية من بتاعتنا. يعني لو اعتبرت الفنتو سكن الوحدة الزمن اللي هو قدر يخترقها ويخش في داخلها ويصور ما يحدث في أثناءها، دليل ان ربك سرعة قدره في الكون وسرعة كن. شوف بقى الفنتو سكن دي ايه بقى اللي هي تعتبر لو فردت الثانية وخليت الفنتو سكند دي ثانية، تطلع الثانية بتاعتك اللي الساعة بتعملها كده في لحظة 33 مليون سنة من السنين بتاعتها. يبقى عمر الجزء ايه وعمر الذرة ايه؟ الذرة اللي هي جواك بتعمل تفاعلات جواك وانت بيها ربنا جعل سر الحياة، هذه التفاعلات كلها جعل فيه سر الحياة. هذا الجزء اللي بيعمل تفاعل انت تستفيد بيه في لحظة، هذا الجزء عمره في زمن من أزمنة الله عز وجل 33 مليون سنة، مليون سنة من سنينك انت. يعني ممكن الجزء يقعد في السنين بتاعته 500 سنة قاعد ايه بيحاور الجزء الثاني عشان يجتمع معه، 500 سنة في سنينه هو، لكن انت لا تشعر بها في لحظة، تتم في لحظة عندك انت. تحط الحاجة على الحاجة تلاقي بقى أخضر بقت لونها بنفسجي، تفاعل الكيمياء يحصل في لحظة في لا زمن. هذه اللحظة اللي هي لا زمن عندك في عمر الجزء والذرة 33 مليون سنة من سنينك انت. يبقى شوف انت لما يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا قادر ان يخرق له الأزمنة، لأن الأزمنة داخلة في الأزمنة والأكوان داخلة في الأكوان. سبحان الله سبحانه اللي يجعل السنين تختلف والسنوات تختلف والأيام تختلف من زمن لزمن. ده انت وانت في الأرض سنتك غير السنة في المريخ، غير السنة في كوكب آخر، وده كله في مجرة واحدة وفي ملايين المجرات. فيبقى الأزمنة داخلة في بعضها، وعلى شكلها في حاجة اسمها النسبية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يروح ويرجع ويشوف الحاجات دي كلها ويرجع في لحظة، مش كبيرة على الله ولا بعيدة على الله. وبعدين انت ليه هتبقى عظيمة عليك والأمر صعب عليك انك انت تصدقه؟ انت صعب تصدقه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول سرايته بنفسي، لكن هو بيقول اسري بي. ومين اللي اسرى بيه؟ ربه. يبقى طالما ربه اللي خلق الزمان وخلق المكان وبيده هذه الاكوان كلها، قادر ان يطوي هذا الكون كله لنبيه في لحظة، في حين انك انت على حسب ازماننا بقى، على حسب زماننا اللي احنا نعرفه ده، سمك السماء الدنيا 500 سنة بسرعة الضوء. يعني الضوء يفضل مسافر 500 سنة من سنيننا بتاعتنا احنا دي على ما يوصل للسماء الاولى. ده الرسول قايل كده صلى الله عليه وسلم، ويفضل ماشي 500 سنة زيهم بسرعة الضوء بقى، مش بسرعة النفاثة ولا بسرعة الكلام الفارغ بتاع الناس اللي مبهوتة بيه ومفتونة بيها. بسرعة الضوء يفضل ماشي 500 سنة في سمك السماء الاولى على ما يخلص، ويطلع بعد كده في الفراغ اللي يوصله للسماء الثانية 500 سنة زيهم. ومش سماء واحدة، دول سبع سماوات، ومش سبع سماوات وبس، ده في كرسي يسع هؤلاء السماوات إلى الأرض. المسافة والمسافة والنسبة بين هذا الكرسي والسماوات كلها كحلقة في فلاة. يبقى السماوات والأرض اللي احنا قاعدين نسافر فيها ملايين السنين الضوئية دي كلها، إذا ما قرنت بالكرسي وهو مخلوق من خلق الله، يبقى كأنك رميت حلقة في صحراء طويلة. شوف انت بقى حلقة في فلاة، وتيجي للكرسي ده على عظمه بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. شوف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم
انطلق في هذا الفراغ اللي هو لا يستطيع الانسان انه يتصوره اصلا، ورأى من ايات ربه الكبرى ثم عاد الى فراشه في لحظة. آية وعظمة، واختص الله سبحانه وتعالى نبيه دون الخلق على الاطلاق بهذه الخصوصية لكمال شفقته عليه، ولان هذا العام كان سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحزن، لان ماتت فيه السيدة خديجة، ومات عمه بعد السيدة خديجة بشهرين في رمضان، السيدة خديجة ماتت قبليه بشهرين وعمه بعديه بشهرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اشتد إيذاء أهل قريش عليه بعد وفاة عمه، فحاول أن يسافر للطائف لعله يجد أنصار هناك يمنعوه، وكلنا عارفين قصة الطائف وإزاي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما في المدينة بيسألوه ما أشد يوم عليك، قال أشد يوم علي يوم الطائف، أشد يوم مر عليه في الدعوة كله الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم الطائف. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من رحلة الطائف وقال دعاءه المشهور اللي كل الناس حفظاه، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من الله عليه برحلة الإسراء والمعراج لكمال شفقته على أمته، لأنه في وسط هذه المآزق والشدة يأتي ملك الجبال ليقول له إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين أطبق، قال إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده، وما دعاش على قومه صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة. فلما نجح في هذا الاختبار وبان أنه رحمة للعالمين، ربنا سبحانه وتعالى من عليه بهذه الرحلة العظيمة، ومن على أمته أيضا بهذه الرحلة العظيمة، وفرض عليه الصلاة في هذا المقام الكبير ليظهر الله سبحانه وتعالى أن الصلاة هي معراج المؤمن، معراج الأرواح، وكل إنسان يتحقق بحقائق الصلاة يجد بعض نور المعراج في صلاته. كل إنسان إذا تحقق بحقائق الصلاة يجد بعض الأنوار التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراجه، يجدها في قلبه حلاوة في قلبه وزيادة في إيمانه. ومن ذلك عصمته من الناس، يعني ومن الأشياء التي خصها الله سبحانه وتعالى، خص نبيه عصمته من الناس بقوله تعالى والله يعصمك من الناس، أي يحفظك من الناس. ولما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حارسا من البشر، إذا أراد أن ينام كان يجعل له حارس يحرسه، فلما نزلت هذه الآية لم يتخذ حارس من البشر، وكان ينام حتى تحت الشجرة في وقت في المعارك صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب من يحرسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله يعصمك من الناس. وعصمة الله هنا أي عصمة من القتل حتى يبلغ رسالة الله وحتى يعلم الناس أمور دينه، يبقى العصمة هنا عصمة من القتل مش عصمة من الإذاء، لأن قوم آذوه. ولما نزلت هذه الآية جاءت موقعة أحد، وفي موقعة أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في خده الشريف صلى الله عليه وسلم، وسال دمه صلى الله عليه وسلم، والرغم ان ربنا قال له والله يعصمك من الناس، فدل على ان العصمه هنا عصمه من القتل وليست عصمه من الايذاء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء بانه اشدهم ايمانا صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس، والله كان عصمه من الناس قبل نزول هذه الايه بالفعل، ولكن اعلمه الله بهذه الايه انه عاصمه من الناس بهذه الايه اعلمه، ولكن قبلها عصمه من الناس، وعلشان كده جاء المصنف بعد ذلك بأخبار تدل على أن الله كان يعصمه من الناس حتى قبل نزول هذه الآية وهو في مكة، بل عصمه من الناس في ولادته بأن أرسل طيرا أبابيل على أبرهة وحفظ البيت حتى يولد النبي في عام الفيل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حتى عصمه قبل النبوة وقبل البعثة وقبل الرسالة، وعصمه وهو يتقلب في الأرحام، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تفرق الناس فرقتين إلا كنت في خيرهما من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي صلى الله عليه وسلم. يبقى عصم الله سبحانه وتعالى في كل لحظات أحواله، وهو حتى من في عالم الأرواح، ثم بعد ذلك في عالم الذر، ثم بعد ذلك في عالم أصلاب الآباء وفي أرحام الأمهات، حتى أنه قال جئت من نكاح ولم آتي من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء،
صلى الله عليه وسلم، في عصمة حتى في النسب الشريف صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كان عصمة أصلا في كل أحواله، ولكن نزول هذه الآية وهي آية مدنية في سورة المائدة كانت لإعلام النبي بهذه النعمة، كأن النبي كان لا يعلمها فأعلمه الله، لأن الإنسان كثيرا أو غالبا أو في أكثر الأحوال وفي الواقع لا يعلم نعم الله عليه كلها، ولكن يعلم بعض نعم الله عليه. وكذلك كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يعلم بعض نعم الله عليه وليس كل نعم الله عليه، فلما كان الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويرقيه ويعلمه كان يستغفر من غفلته السابقة بانتباهته الحاضرة، حتى انه كان يستغفر اليوم والليلة اكثر من 100 مرة. قيل له يا رسول الله اتستغفر في اليوم والليلة اكثر من 100؟ قال انه لا يغان على قلبي لولا اني استغفر الله في اليوم اكثر من 100 مرة. فلما سئل عن هذا الغين في رؤية ابي الحسن الشاذلي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لان سيدنا ابي الحسن الشاذلي لما ارى الحديث ده ونام قاعد مشغول، ايه الغين ده؟ ده الغين ده دليل ان هي يعني في معاصي والرسول معصوم، طب امال ايه الغين اللي كان بيجي على قلب النبي وهو معصوم؟ بقى نايم مهموم سيدنا ابي الحسن الشاذلي لما قرأ هذا الحديث ومش فاهم. فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية وقال له يا ابا الحسن غين انوار لا غين اغيار. غين انوار، انوار الترق، كلما ارتقى الرسول صلى الله عليه وسلم من مقام الى مقام شعر انه بالنسبة للمقام السابق كان في غفلة، فكان يستغفر لغفلته في المقام السابق عن انتباهته في المقام اللاهي. ولما كان الرسول دائم الترقي فكان دائم الاستغفار صلى الله عليه وسلم. ولذا اخبره الله سبحانه وتعالى بعد نزول هذه الآية في الآيات المدنية انه عصمه قبل الهجرة وكان في مكة، وقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، وهذه الآية نزلت في سورة الأمثال وهي سورة مدنية نزلت في موقعة بدر، بيفكره ان اللي هو عصمك من الكفار وهم بيمكروا بيك في مكة حيث اجتمعوا في دار الندوة واتفقوا، وحضر الشيطان في سورة شيخ نجدي ابليس شخصيا جاء بشحمه ودمه وجاء في ثوب شيخ نجدي عشان يدير الحوار اللي هو بيمكروا فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظه في هذا المكر، وان البحتري قال ان احنا نحبسه ونديله من قوة بعض الطعام حتى ينساه قومه او يهلك، فالشيخ النجدي اللي هو الشيطان قال له لا لا ليس هذا بالقول السديد، ممكن يجي اتباعه يفك اثره وينطلق. وجاء واحد تاني اللي هو ابو عمرو بن هشام قال اننا نحطه على جمل ونضرب الجمل ونسيب الجمل يسيح فيه في الصحراء يذهب حيث شاء، يا اما يموت في الصحراء وما يعرفش الطريق او يروح لاي قوم يبعد عننا ويريحنا. فالشيخ النجدي اللي هو الشيطان قال له لا ده هو حسن اللسان وحسن الكلام وحسن المظهر وممكن يجد من يتبعه، ثم بعد ذلك ياتي بعد ذلك فاتحا عليكم ويغلبكم على ارضكم. فما خدش هذا الراي. ثم جاء ابو جهل وقال نخرج من كل قبيله شيخا جلدا فتيا ونضع في يد كل واحد منهم سيفا صلطا يعني حامي ويقف على بابه حتى اذا خرج لصلاه الفجر ضربوه ضربه رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع قريش ان تحارب او بني هاشم ان تحارب كل قبائل العرب فلا تقبل الا الديه، فندفع لهم الديه ونستريح منه. فابليس امن على هذا الاتفاق وهذا الاقتراح وقال القول هو قول ابو جهل ابن هشام واتفقوا على ذلك، وربنا سبحانه وتعالى اعلم نبيه بهذا الامر وامر سيدنا علي بن ابي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم امر سيدنا علي بن ابي طالب في هذه الليله انه ينام على فراشه حتى يرد الامانات اذا استيقظ، ثم بعد ذلك في اثناء نومه حتى اذا نظر الناس من فواهة الباب يظنون ان النبي ما زال راقدا، يبقى تمويه وفي نفس الوقت يؤدي وظيفة ان هو يؤدي امانات حتى الى الكفار صلى الله عليه وسلم، لانه كان بالرغم من كفرهم كانوا يستأمنونه على اماناتهم لانه كان صادق امين صلى الله عليه وسلم، ولو اخذ ما اعطوه اياه لكان عنده الحجة انهم طردوه ولم ينصروه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل صادقا امينا حتى مع الكفار.
في كل لحظة صلى الله عليه وسلم. فأمر سيدنا علي أن ينام على فراشه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الفرسان المغاوير، والكل كان ينظر بنظريه ولكن لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ عليهم آية أوائل ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، حتى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فقال صلى الله عليه وسلم: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأشار بيديه هكذا فشخصت أبصارهم فلم يروا شيئا. ثم وضع التراب على رأس كل واحد منهم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: شاهت الأبصار، شاهت الأبصار. ثم بعد ذلك خرج وانطلق وقابل سيدنا أبي بكر الصديق، وخرج إلى طريق هجرته. وفي طريق هجرته ولما وصل إلى الغار وتربصوا به حتى أنهم وصلوا للغار، أعماهم الله سبحانه وتعالى بأهون سلاح وهو خيط العنكبوت والحمام، اللي هو الحمام رمز السلام. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. لما الله سبحانه وتعالى يكون هو الواقي ما يحتاجش بقى الأسلحة كثيرة، دول كفار عند الله سبحانه وتعالى أهون عند الله من جناح البعوضة. فلما كانوا عند الله أذلاء حقراء لأنهم وقفوا ضد هذا النبي، حاربهم بأهون سلاح وهو خيط العنكبوت. وأهون سلاح في الحقيقة هو أشد سلاح، العجيب يعني خيط العنكبوت بيقولوا لو عملت من الصلب، مش الحديد ده أشد حاجة ربك خلقها حتى إن نزل صورة باسم الحديد، وحتى علماء الكيمياء وعلماء الذرات يقول لك إن الحديد أشد إيه؟ أشد ذرة وأقوى ذرة. لو عملت من ذرات الحديد خيط في سمك خيط العنكبوت تجد إن خيط العنكبوت أقوى، شيء عجيب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعل الضعف في القوة والقوة في الضعف في آن واحد، يجعل يخرج الحي من الميت والميت من الحي في آن واحد، يجعل الداء هو عين الدواء في آن واحد، ولا يستطيع هذا إلا رب القدر سبحانه وتعالى. فيبقى يدافع عنه في خيط العنكبوت وهو أهون الخيوط، وهو في واقع الأمر وفي حقيقة الأمر أشد الخيوط، لأن لو كانت الخيوط من الحديد بنفس سمك خيط العنكبوت لكانت أضعف من خيط العنكبوت، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين آياته للناس. فعموا وصموا ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم لما قالوا لأبي جهل ننظر إلى الغار قال: والله إني أظن أن هذا العنكبوت على هذا الغار قبل أن يولد محمد. حتى ما كلفوش نفسهم أنهم يبصوا، ولو بصوا ما كانوش هيشوفوا حاجة برضه، لأنه إذا كان هو خرج صلى الله عليه وسلم في وسط الفرسان الشجعان وكانوا شاخص الأبصار ولم يروه صلى الله عليه وسلم، فحفظه الله سبحانه وتعالى. ولذا يذكر الله أنه كما عصمه سابقا يعصمه إلى أن يبين الرسالة ويوضح الطريق للناس ويكمل القرآن والهداية للناس، ليذكره. لأنه والله يعصمك أن الناس نزلت في المدينة، والله يعصمه حتى لا يظن أن الله يعصمه من بعد هذه الآية، لكن ذكره أنه عصمه سابقا. وفي كل حال، ولذا جاء المصنف في بالآية وقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمكر هنا إذا نسب إلى الله يأتي على سبيل المشاكلة اللفظية، لأن ما نقولش إن المكر يعني المكر إن الواحد يظهر ما لا يبطن، ده إذا عند الخلق، إنما عند الله على سبيل المشاكلة، لأن الله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده. الله سبحانه وتعالى لا يخاف من أحد، لا يظهر ما لا يبطن لأنه لا يخشى أحد، قاهر فوق عباده، فعال لما يريد، فلا يحتاج لهذا. أما لأنهم ضعاف وخلق الإنسان ضعيفة، فهم الذين يمكرون المكر الدنيء، وهو إيه؟ أن يحفر حفرة لأخيه، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيه كما قال المثل. وقوله تعالى: إلا تنصروه، وأيضا يذكره الله سبحانه وتعالى أنه عصمه حال الهجرة، كما عصمه قبل الهجرة عصمه حال الهجرة وذكره: إلا تنصروه بالخروج معه إلى غزوة تبوك حيث استنصركم وأمركم أن تخرجوا، في سورة التوبة، لأن سورة التوبة نزلت لتصف أحوال الناس في غزوة تبوك،
والعبر التي يستفيد منها الناس من غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في المدينة. إلا تنصروه بالخروج معه إذ استنفركم لغزوة تبوك فقد نصره الله حين كان وحيدا، فهو غير محتاج لنصرتكم، أنتم الذين تحتاجون نصرته، أما هو فنصرته من الله وولايته على الله وظهور دينه بتأييد الله لا بتأييدكم أنتم. إلا تنصروه الآن فقد نصره الله حيث كان وحيدا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته أي طمأنينته عليه، على سيدنا أبي بكر على بعض التفاسير، أو عليه أي على نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان منزلها عليه، فلما طمأن أبي بكر زادت السكينة والرحمة من الله على نبيه، فعمت على سيدنا أبي بكر الذي كان يرجف خوفا على النبي لا على نفسه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. يبقى الهاء هنا ممكن أن تعود على سيدنا أبي بكر، لأن الرسول أصلا السكينة عليه في كل حال، لأنه هو اللي طمأن سيدنا أبي بكر، يبقى كان السكينة عليه، أو عليه هنا الهاء تعود على سيدنا رسول الله، وده أكثر التفاسير، أكثر المفسرين أن الضمير هنا يعود على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. وما دفع الله به عنه في هذه القصة من أذاهم بعد تحريهم لهلكه، يعني هلاكه، تحريهم يعني قصدهم وعمدهم وترتيبهم وأخذ الأسباب في ذلك، بعد تحريهم يعني قصدهم وتحزبهم ووقوفهم على باب بيته، الكل يمسك سيفا ويريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لهلكه وخلوصهم نجيا. ولما اتفقوا قعدوا وتربصوا واتفقوا انه لما يخرج هنضرب، يعني ربك سبحانه وتعالى بيوصف الاحوال دي، نجيا في امره والاخذ على ابصارهم عند خروجه عليهم وهم واقفين مش شايفينه صلى الله عليه وسلم، وذهولهم عن طلبه في الغار، ثم بعد ذلك لما وصل للغار ذهلوا عنه ولم يروه، وما ظهر في ذلك من الآيات، ونزول السكينة عليه، وقصة سراقة بن مالك الذي تبعه لأنه كان يريد أن يأخذ الجائزة وهي المئة ناقة، مئة ناقة دي يعني تحوله المليونير بمفهوم العصر الحديث، تحوله من فقير لمليونير على طول بمفهوم العرب بقى، يبقى من أغنياء العرب. وكان سراقة راجل فارس ولكنه ما كانش عنده كثير من المال، فكان حريص على انه يبقى عنده مال، فلما سمع، وكان خبير بالطرق عنده خبرة شديدة بالطرق، فلما سمع الحكاية دي حرص كل الحرص انه يروح يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم علشان ياخد، هو متصور ان ربنا هيمكنه لانه كان جاهل، كان في غمرته وفي سكرته عام. فلما شد واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم غاصت قوائم فرسه وساخت في الارض ووقع من على الفرس، وهو الفارس المغوار الذي قلما أن يقع من على الفرس، وقع من على فرسه، فأقام الفرس ثم بعد ذلك شد بالفرس مرة فساخت مرة أخرى ثم ساخت مرة ثالثة، فعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع، فطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كيف أنت وقد لبست سواري كسرى، وكان لسه كافر ومش كافر وبس، ده فضل، ده ما اسلمش، ده فضل على كفره لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكه بعدها بكام، بثمان سنين، فضل كافر حتى بعد هذه الحادثه ثمان سنين، وما اسلمش سراقه بن مالك الا بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما عاد من الطائف، لما حاول يحاصر الطائف صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه، ثم لما علم ان اهل الطائف اهل انفه وان حصارهم ممكن يزيدهم انفه وما يرضوش يسلموا، فالرسول صلى الله عليه وسلم فك الحصار ومشي، ففي فكه الحصار وعوده من عند اهل الطائف اسلم سراقه بن مالك،
ثم بعد ذلك في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب كان سراقة بن مالك من ضمن الجيش اللي غلب الفرس، فجاءوا بالغنائم بتاعة الفرس عند سيدنا عمر علشان يقسمها، فلقوا ثواري كسرى، وكانوا ثوارين من ذهب ضخمين الذهب الخالص. فسيدنا سراقة بقى سيدنا بقى لانه كان اسلم في اللحظة في الفترات دي، اسلم بقى له زمان وجاهد في سبيل الله، فبقى سيدنا بقى يستحق هذا الاسم وهذه الصيغة. فجاء سيدنا سراقة قال لسيدنا عمر وذكره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فألبسه ثواري كسرى، خدهم من وسط الغنائم وادهم. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج خائف في الظاهر، وان كان في الباطن مطمئن بالله، ولكن في الظاهر انه خائف، وانه خرج هارب صلى الله عليه وسلم. في وسط هذا كله يخبر سراقة انه حيسلم وانه حيلبس ثواري كسرى في يوم من الايام، وان هتفتح الفرس، وده كله تم بعد قد ايه؟ كل دي من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لان لا يستطيعها بشر عادي الا ان ربنا يعلمه. وتأتي هذه كل هذه الأشياء والحوادث كلها مصدقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلم نبيه عن كل معلوم، وأخبره عن كل أحوال أمته لأن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم. حسبما ذكره أهل السير والحديث والسير في قصة الغار وحديث الهجرة. ثم بعد ذلك ثالث أمر، ومنه قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة كل الناس حفظها حتى الأطفال، لكن بها نبي في هذه السورة القصيرة الآيات العظيمة المنافع والخصائص لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكل ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم نخص به نحن أمته صلى الله عليه وسلم. لما دعا داعينا إلى الله بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا أكرم الرسل، فكنا احنا كمان أكرم الأمم، فكل خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون خصوصية لأمته صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي جعلنا من أمته. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعلمه الله تعالى بما أعطاه، أي ببعض ما أعطاه، بما هنا ما هنا للتبعيض، وليس بكل ما أعطاه ولكن ببعض ما أعطاه، لأن كما أعطاه الكوثر فقد أعطاه النبوة والرسالة قبل ذلك، أو النبوة والرسالة من الكوثر، لأن حنأتي بعد ذلك معاني الكوثر حنفهم معانيها الوقت. أعلمه الله تعالى بما أعطاه، والكوثر هو حوضه ولا هو نهر في الجنة ولا هو الشفاعة العظمى ولا هي النبوة والرسالة ولا هو الخير الكثير، كل معاني لمعنى الكوثر. والراجح أن هي الخير الكثير، الراجح أن الكوثر هو الخير الكثير، لأن كل ما ذكر هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه. فالحوض يدخل فيه، والنهر يدخل فيه، والشفاعة العظمى تدخل فيه، والنبوة والرسالة تدخل فيه، وكان فضل الله عليه عظيم صلى الله عليه وسلم. فالكوثر من الكثير، الكثير حاجة الكثيرة، فعيل صيغة مبالغة، وكوثر فوعل صيغة مبالغة، أعلى من صيغة فعيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يقول له إنا أعطيناك الكثير، لا، إنا أعطيناك الكوثر، يعني الكثير من الكثير، مش أعطاه كثير بس، ده أعطاه كثير من الكثير. فالكوثر هنا جمع أو صيغة مبالغة من الكثير، فالخير الكثير يعني، أو العميم صيغة مبالغة. ويبقى كل ما قيل في تفاسير الكوثر يدخل في هذا المعنى ضمنا. فلو قلنا أن الكوثر هي حوضه، إمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكوثر حوضي زواياه ثلاث، زواياه سواء يعني مربع، وقبر النبي على حوضه صلى الله عليه وسلم، وكل طول ضلع من ضلوع من أضلاع هذا الحوض قد من المدينة، قد من البصرة، من المدينة للكوفة. شوف أنت من المدينة لحد بقى الكوفة في العراق طول الضلع الواحد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم،
زواياه سواء كيزانه كنجوم السماء، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، ونجوم السماء ملايين الملايين، ده دليل على ان أمة النبي ملايين الملايين، لان كل واحد ليه كوز هيشرب منه، مش كل واحد هيشرب مطرح الثاني، لا ده كل واحد ليه كوز مكتوب عليه اسمه، هيمد ايده يلاقي الكوز اللي مكتوب عليه اسمه يجي في ايده على طول، واخد بالك؟ وبعض الكيزان اللي مكتوب عليها بعض الاسماء هتأتي في ايد نبينا يسقيها لبعض امته بيده الشريف اكراما لهم. في بعض امة النبي كده اهل شرف واهل كرامة زائدة، وامته كلها اصلا كلها شرف، حتى اهل المعاصي فيهم اهل شرف، فما بالك بقى اهل الحسنات والسابقين بالخيرات يكونوا اكثر شرفا. فالاكثر شرفا دول الرسول صلى الله عليه وسلم حيتناول كيزانهم ويسقيهم بيده الشريف صلى الله عليه وسلم في هذا الحوض. ماؤه احلى من اللبن بالعسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. وكل الامم وكل الناس عطشانة الا امة النبي مروية، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالحساب. يبقى ده الحوض، مصدر مية الحوض جياله منين؟ ما اي حوض لازم يجيله مية، والمية تبقى ليها مصدر، مصدرها الكوثر اللي هو نهر في الجنة. يبقى الكوثر نهر الجنة ده اللي هو في الحديث الثاني اللي رواه امام الترمذي، الكوثر نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ يصب في الحوض، يقوم يملى الحوض. يبقى الحوض ده مليان من الجنة، لان الجنة اي حاجة فيها تاكلها تكفيك الى ما شاء الله. فلما هتشرب انت شربة واحدة من مية الجنة لا تظمأ بعدها ابدا خلاص، لان كل شيء في الجنة خالد يؤدي للخلود، وكل شيء في الجنة كاف يؤدي لتمام الكفاية. فاذا شربت شربة واحدة لا تظمأ بعدها ابدا. حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في مسجده الشريف في المدينة واقترب خطوة الى القبلة في اثناء صلاته ومد يده ثم قبضه في اثناء الصلاة، ثم بعد ذلك تراجع خطوة وانتهت الصلاة، فسأله الصحابة لما تقدمت خطوة ومددت يدك يا رسول الله ثم بعد ذلك تراجعت خطوة؟ قال عرض علي في أثناء صلاتي قطفا من عنب الجنة فوددت أن أمسكه حتى تأكلوا منه، ولو مسكته لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة. ما يخلص، تفضل أمته تأكل منه لحد ما تقوم الساعة، ولكن إرادة الله انه ما يمسكوش في الدنيا. ثم بعد ذلك قال لما تراجعت عرضت علي النار فخفت لفيحها فراجعت خطوه صلى الله عليه وسلم. يبقى كان احوال النبي في صلاته احوال ثانية، كان بيعرض فيه في صلاته عروج اخر صلى الله عليه وسلم، يرى ما لا يراه الناس ويشعر بما لا يشعره الناس، ويتجول في الملكوت وفي الملأ الاعلى صلى الله عليه وسلم بقلبه وبعينه وهو مع الناس بجسده صلى الله عليه وسلم. لم يحل ذلك بينه وبين النصح للناس، ولم يحل النصح للناس بينه وبين الله، فكان في جمع الجمع صلى الله عليه وسلم، في مرتبة جمع الجمع. فلم تحل النبوة عن الرسالة ولا الرسالة عن النبوة، فكان كاملا مكملا واصلا موصلا صلى الله عليه وسلم لربه. ثم بعد ذلك ننقل معاني الكوثر التي وردت في الكتاب. والكوثر حوضه، وقيل نهر في الجنة كما قلنا يدل عليه حديث رواه الترمذي، وقيل الخير الكثير، وهذا هو الأظهر لأن كل ما سبق يدخل تحت كويس. وقيل الشفاعة اللي هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى اللي هي يشفع فيها لأهل الموقف جميعا حتى الكفار، إن ربك سبحانه وتعالى يبدأ الحساب حيث يتراجع كل الأنبياء وكل الرسل، سيدنا آدم ومن عداه يقولون لست لها لست لها، الكل يقول لست لها لست لها، حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم، فيسجد تحت عرش ربه ويرزقه الله سبحانه وتعالى ويلهمه من المحامد ما لم يحمده أحدا من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل قبل ذلك. ربنا يلهمه هيقول ايه في اللحظة دي، اللي هو حد دلوقتي رسول الله يمكن ما يعرفش هيقول ايه ساعتها، ربنا بقى هيلهمه ساعتها، يسجد تحت العرش فربنا يلقي في روع الحبيب ما ينادي به المحبوب سبحانه وتعالى.
الذي به يتنزل برحمته على الخلائق أجمعين فيبدأ الحساب بعد طول عذاب وانتظار، وده مقام الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. وقيل المعجزات الكثيرة، يبقى الكوثر هي المعجزات الكثيرة التي حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته وقبل هجرته وبعد هجرته، وما يحدث إلى أن تقوم الساعة على يد أولياء الله لصدق اتباعهم لنبينا. كل كرامة تحدث للولي هي معجزة للنبي إلى أن تقوم الساعة، فمعجزات النبي متجددات ومتواليات، لأن لولا صدق النبي ما تحققت الكرامة على يد الولي، واضح؟ ولذا معجزات النبي لا تنقضي ولا تنقطع إلى أن تقوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وقيل النبوة، أي الكوثر هو النبوة، وقيل المعرفة، المعرفة الكاملة، أنا أعلمكم بالله، وتجلى الله على نبيه بالإيه؟ بصفة العلم، هو العليم، تجلى عليه بصفة العليم فأعلمه عن كل معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحلي فتجلى لي كل شيء وعرفت. يبقى ربك تجلى على نبينا بصفة العلم لكونه العليم فأعلمه عن كل معلوم، فصار أعلم الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق صلى الله عليه وسلم، أعلم من جبريل، وأعلم من الملائكة المقربين، وأعلم من حملة العرش أجمعين، بعلم الله وإعلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أجاب بعد ذلك بعدما أعلمه أنه أعطاه هذه الخيرات الكثيرة التي اختصه بها دون سائر خلقه فضلا عن سائر أنبيائه ورسله، أعلمه بعد ذلك أنه يدافع عنه وأنه يتولى الدفاع عنه، بالرغم أنه أعطاه الفصاحة وأعطاه قوة البيان وقوة الجسد وقوة النفس، أعطى هذه القوى جميعا، وكان يستطيع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدافع بها عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن توكل الله عن نبيه بالدفاع عن نبيه، فكان كل من يسبه من الخلق الله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن نبيه مباشرة. فلما مات القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكافر الملعون لقد مات ابن محمد فلا عقب له، يعني مش هيذكر خلاص، لان الناس بتفتكر ان الانسان بيذكر بايه؟ بولاده، بنسله، عشان كده لو جاله بنات يبقى زعلان او حزين، ليه ما جالوش ولد عشان يشيل اسمه واسم العيله؟ بلاش خيبه، ما حدش لا الولد بيشيل اسمك ولا البنت بتشيل اسمك، اللي بيشيل اسمك ربك اللي يرفع ذكره، لان اديك انت شايف في نبي من الانبياء ذكرناه باسم اولاده ولا ذكرناه باسمه هو لاعماله ولكمال خصائصه؟ في ولي من الاولياء ذكرناه باسم ابنائه ولا افتكرناه باسم الامام الشافعي؟ تعرف ولاده مين؟ ما تعرفش، لكن ذكر الامام الشافعي علشان اعماله. الامام ابي حنيفه تعرف ولاده مين؟ الذكور ولا الاناث؟ ما تعرفش حاجه عنه. طب تعرف عد لي ولاد سيدنا عمر بن الخطاب؟ ما تعرفش تعده. طب ولاد سيدنا ابو بكر الصديق؟ ما تعرفش تعده. طب ولاد اي واحد من مشاهير في امه المسلمين؟ ما حدش بيذكر بأولاده لا الذكور ولا الإناث. اعرف ده كويس عشان ما تحزنش قوي لو جالك بنات وما جالكش صبيان، وما تفرحش قوي لو جالك صبيان وما جالكش بنات. الحكاية كل كلهم من عند الله، يجعل من يشاء عقيمة ويهبل من يشاء إناثا ويهبل من يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة، سبحانه وتعالى ملك يتصرف فيه كيف شاء، لكن اللي يحمل اسمك هو ربك اللي يرفع ذكرك كما رفع ذكر نبينا. ورفع الذكر بالتقوى، أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما كان الجاهل الكافر فاهم أن رفع الذكر بالنسب وبالذرية، فشمت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابن القاسم، وقال له لا عقب له، لقد بتر محمد، مبتور يعني ملوش سلسلة بعد كده. فربك سبحانه وتعالى قال له إن شانئك هو الأبتر، هو اللي مقطوع، مقطوع من الخير ومن كل خير، ومقطوع عن ربه وعن رحمة ربه، ومقطوع من الجنة إلى النار، فما فيش أشد من كده قطيعة.
يبقى مقطوع الذكر في الدنيا وفي الآخرة. وتولى الله سبحانه وتعالى بالدفاع عن النبي، وشانئك هنا يعني مبغضك. يبقى أي واحد يبغض النبي في أي عصر من العصور هو الأبط، لأن ليس العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم المعنى. يبقى كل من يبغض النبي في كل عصر إلى أن تقوم الساعة هو الأبط. قاعدة عامة، محدش يبغض النبي إلا ويكون أبتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله على لسان الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقال على لسان نفسه بما ألهمه الله في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، صلى الله عليه وسلم. يبقى كل من يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في طاعته او ينتقصه او يبغضه او يبغض سنته او يبغض امته او يبغض علوم دينه او يحتقر ما ورد من الدين وما عرف في الدين، ده يبقى شانئ لرسول الله، ويبقى ابتر، ويبقى مقطوع، مقطوع في الدنيا ومقطوع في البرزخ ومقطوع في الاخره الى جهنم والعياذ بالله. لان الايه تقول: ان شانئك مبغضك في كل عصر وفي كل اوان وفي كل وقت هو الابتر، اي عدوك ومبغضك والابتر الحقير الذليل او المفرد الوحيد او الذي لا خير فيه ولا خير له ولا خير عليه ولا خير منه. وقال تعالى: ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. آتيناك، شوف الكلمة آتيناك، خد بالك، آتيناك غير أتيناك. آتيناك يعني أعطيناك، إنما أتيناك يعني جئناك، خد بالك، لأن في ناس بتقراها غلط. ولقد أتيناك سبعا من المثاني، غلط غلط، غوّز المعنى، غير المعنى خالص. فلما أتاها أمرنا، أتاها مش آتاه، أتاها يعني جاءها أمرنا ليلا أو نهارا جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يبقى في أتى يعني جاء، وآتى يعني أعطى. ولقد آتيناك أي أعطيناك وخصصناك ووهبناك وفضلناك بما أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إيه هي بقى السبع المثاني وإيه هو القرآن العظيم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على نبيه لكمال فضله على نبيه ولبيان ما خص نبيه به؟ قيل كما يحكى عن سيدنا ابن عمر وابن مسعود ومنقول أيضا عن سيدنا عبد الله بن عباس أن السبع المثاني هي السور الطوال، السور الطوال الأول. السبع المثاني هي السبع السور الطوال بكسر الطاء، ما تقولش الطوال، الطوال، لأن الطوال جمع طويل، إنما الطوال دي صفة، تقول رجل طوال يعني طويل، دي صفة، إنما طويل جمعها طوال بكسر الطاء. يبقى السبع الطوال هي السبع المثاني اللي هي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف، والسابعة اختلفوا فيها، بعضهم قالوا الأنفال والتوبة سورة واحدة لأنها لا يفصل بينها البسملة، يبقى دي السابعة، وبعضهم قالوا يونس هي السابعة، وبعضهم قالوا يوسف هي السابعة. يبقى اختلفوا في إيه؟ في تأويل السابعة من السبع الطوال. أعلى أقوال أنها الأنفال والتوبة، وقول أنها يونس، وقول أنها يوسف، والله أعلم. والقرآن العظيم هي أم القرآن، اللي هي أم الكتاب اللي هي الفاتحة، ده على تأويل مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا ابن عمر، وروي عن سيدنا عبد الله بن عباس. نعم. ده عايزة قاعدة لوحدها، احنا عايزين نجري. لا لا، دي احنا نقعد للفجر، لأن لو نقعد في البكرة لوحدها وفايدة إن شاء الله تبقى بعد ما نخلص دي يبقى في جلسات تفسير، نمسك بقى كل سورة وفضائل كل سورة وحاجات عظيمة دي. لكن يكفي مثلا إن نزل ملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه نزل ملك الآن لم ينزل إلى الأرض منذ أن خلقه الله،
وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خصك الله بالبقرة وخواتيم بالفاتحة وخواتيم البقرة، لقد أعطاك الله إياها، يعني كل ما يدل عليها من معاني ربنا أعطانا إياها، خواتيم البقرة بس والفاتحة. دي حاجة خصوصية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة يكفي من عظمتها أن ربنا جعلها سماها القرآن العظيم وسماها السبع المثاني، وربنا أنزلها وسماها أم الكتاب، وربنا أنزلها مرتين، مرة في المدينة ومرة في مكة، وربنا فرضها على الإنسان يقرأها في قومة كل ركعة في كل صلاة، لعظمة هذه السورة، لأن أولها ثناء ووسطها تعبد وآخرها توكل وتعديد النعم على العباد، فكأن فيها كل معاني القرآن، لأن فيها الثناء على الله وفيها العبادة والتوكل على الله وفيها الدعاء والرجاء من الله وفيها الاستعاذة من كل ما يغضب الله، يعني فيها كل معاني القرآن. فالفاتحة على شكل ربنا سماها القرآن العظيم، كأن لو لخصنا القرآن يطلع الفاتحة. وعشان كده سيدنا علي بن أبي طالب قال لو أردت أن أتكلم في الفاتحة لأوقرت بها 70 بعيرا، يعني يقعد يتكلم في الفاتحة ويكتبه وراه لحد ما يحمله 70 جمل ولسه ما خلصت الفاتحة. ده سيدنا علي في تفسير الفاتحة ده يقول لو أردت أن أتكلم في الفاتحة لأوقرت بها 70 بعيرا، يعني شوف بقى يكتب لما يحمل 70 ولسه ما خلصت تفسير الفاتحة. وكنا سمعنا عن بعض المشايخ زي الشيخ الصديق الغماري، والد سيدنا عبد الله الصديق الغماري شيخي، قال انه مكث عدة سنوات في زاويته يشرح اسبوعيا في اياك نعبد واياك نستعين بس، وما خلصهاش عدة سنوات في اي بس اياك نعبد واياك، عدة سنوات اسبوعيا يقعد قاعد يكلم الناس في اياك نعبد واياك نستعين ولسه ما خلصهاش. فالفاتحة اسرار، وده ما من الله به على عبد من عباده عالم، فما بالك بقى العباد كلهم، وربنا ليه بقى منته وليه فتحاته على كل عبد على حسب عبادته وعلى حسب كرامته عند الله سبحانه وتعالى، وما ادخر الله له من فضل. فتجد القرآن مليان كنوز ومليان معارف لا تنتهي، والفاتحة بقى كنز الكنوز. والقرآن العظيم، وقيل بقى رأي ثاني، احنا قلنا السبع المثاني قالوا ان هي السبع الطوال، لا ده رأي ثاني قال لك السبع المثاني ده هي الفتحة، لأن الفتحة 7 آيات. الرأي الثاني السبع المثاني هي الفاتحة، لأن الفاتحة 7 آيات، الفاتحة 7 آيات تبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم على مذهب الشافعي، وهذا هو الراجح الذي ندين به عند الله وإن كان في خلاف بين العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى دي 7 كويس، وتلاقي الفاتحة آخرها مكتوب 1 مترقمة في المصحف العثماني ب1، دليل إنها معدودة آية، وده أكبر دليل على إنها آية من الفاتحة متواترة، ولكنها ليست معدودة في سائر القرآن بعد ذلك، مكتوبة بس في أول الآيات في أول السور بعد ذلك بغير رقم. ولكن في الفاتحة لو فتحت المصحف العثماني وكل المصاحف تجد بسم الله الرحمن الرحيم آخرها 1، يعني معدودة آية. وده اللي يرجح إيه ما ذهب إليه الشافعية، أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة تقرأ بها في الصلاة وتجهر بها في الفاتحة كجهرك بسائر الفاتحة، خلافا للمالكية أن بسم الله الرحمن الرحيم سورة من القرآن وليست سورة وليست آية قصدي من القرآن وليست آية من سورة معينة، لكنها آية من القرآن يفتتح بها سور القرآن. ده مذهب المالكية، إنها آية من القرآن وليست آية من سورة بعينها، ده رأي المالكية. ولكن يرد على رأي المالكية إنها معدودة 1 في الفتح في المصحف العثماني اللي هم نفسهم المالكية بيتعبدوا الله بيه ويقرأوا بيه، واخد بالك ازاي؟ ودي حجة عليهم. وعلشان كده محققي مذهب المالكية كانوا يجهروا بالبسملة في الفاتحة، لما يجي يقرأ الفاتحة يجهر بها ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم إلى آخره، ولا الحمد لله رب العالمين فقط. ولكن ما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، لأن في أحاديث وردت كده، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في صلاته بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم،
في الملكية خدوا بهذه الأحاديث وقالوا إن كان بيبدأ بالحمد لله يبقى بسم الله دي مش آية من الفتح. نرد عليهم ونقول معاشر الشافعية، ترد بقى على معاشر المالكية وكلهم ساداته على عنا وعلى رأسنا، نقول لهم إن هنا الصحابي يذكر الآية التي فيها السورة التي فيها الحمد، لأنه لو قال كان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فكل السور كانت تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ما كانتش نعرف معنى. ولكن هو يقصد الصحابي يبين أني سورة الرسول كان بيبدأ بيها فيسميها سورة الحمد لله رب العالمين اللي هي سورة الفاتحة، فبدأ باسمها ولم يبدأ ببدايتها على الحقيقة ليعلم ما هي السورة. خدت بالك ازاي؟ لأنه لو كان قال يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم كنت فهمت حاجة؟ طب ما كل القرآن بيبدأ بسم الله، يبقى ربما كان بيبدأ بالبقرة، ربما كان بيبدأ بآل عمران، ربما كان بيبدأ بأي سورة، صح؟ لكن لما قال الصحابي يبدأ بالحمد لله رب العالمين يبقى يقصد سورة الحمد لله رب العالمين، يقصد تسمية السورة ولا يقصد تلاوة السورة ببداية الحمد لله رب العالمين، والله أعلم. وقيل السبع المثاني أم القرآن وعدد آياتها سبع. طب أمال الملكية لما قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم مش آية من الفتحة عدوا السبع إزاي؟ عدوا السبع إزاي؟ عندهم بقى تعد السبع إزاي؟ تقول الحمد لله رب العالمين أول سورة أول آية على مذهب الملكية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية، وبعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، في حين أنك أنت لما تيجي تقرأ القرآن تلاقيها أنها مش آيتين. يبقى ده يدل عليه على أن رأيهم مرجوح ولا لأ، لأن أنت بتيجي تقرأ في القرآن تلاقي عند عليهم مش علامة نهاية الآية، صح ولا لأ؟ مع ان الملكية قالوا ان دي علامة نهاية الآية هنا وان كانت غير مكتوبة. طب ما هي لو غير مكتوبة وكان متفق عليها كانوا كتبوها، ده الصحابة تحروا في كتابة المصحف ورسمه ما لم يتحرى احد في الدرس مثله. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان رأي الملكية في هذه المسألة مرجوح وكلهم سادوا على عنا وعلى رأسه. وقيل السبع المثاني ام القرآن، والقرآن العظيم هو باقي القرآن كله. يبقى دي في رأيين، السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن العظيم هو سائر القرآن بقيه القرآن. ورأي الأولاني قلنا السبع المثاني هو السبع الطوال والقرآن العظيم هي الفاتحة، يبقى رأيين في التفسير. وقيل بقى رأي ثالث في المعنى، رأي ثالث، وقيل السبع المثاني أي ما في القرآن من أمر ونهي وبشرى وإنذار وضرب مثل وإعداد نعم وإخبار قصص، هذه سبع. مش هو القرآن عبارة عن دول؟ طيب السبع المثاني هو ما في القرآن من معاني إذا حاولنا أن نوجزها نسبعها نجعلها سبع، ده رأي تاني. وقيل السبع المثاني ما في القرآن من أمر، والأمر يشمل الإجاب والإيه؟ والندب، الإجاب كأقيموا الصلاة والندب كفعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني الله ما يقولك فعلوا الخير لعلكم تفلحون ده أمر للندب، ولكن أقيموا الصلاة أمر للوجوب، يبقى الأمر هنا يشمل الإجاب والندب يعني المستحب، والنهي يشمل الإيه؟ التحريم والكراهة، التحريم زي لا تقربوا الزنا، والكراهة زي لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني ما تنقيش وانت بتتصدق الحاجة الرديئة من مالك وتتصدق بيها، واخد بالك ازاي؟ ده نهي للكراهة، يبقى دي صدقة ومقبولة لكنها مكروهة، ربك قال لا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يبقى دي نهي للكراهة، خلاف النهي للتحريم زي لا تقربوا الزنا لا تأكلوا مال اليتيم وهكذا، دي نهي لإيه؟ للتحريم. وبشرى يعني بشرى للمؤمنين ولأهل التوحيد، وإنذار للكافرين والفجار، وضرب مثل ربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا، وضرب الله سبحانه وتعالى مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والأمثال الكثيرة التي ضربها في القرآن، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وهكذا أمثال كثيرة في القرآن ليوضح الله سبحانه وتعالى بها المعنى المراد المخفي في ألفاظه سبحانه وتعالى ودلالات القرآن العظيم. وإعداد نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله أنزل لكم والله خلق لكم والله
أن أخرج لكم من الأرض، وهكذا يعد علينا النعم، ثم يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في آيات كثيرة. إذا القرآن يشمل أيضا على إعداد النعم. وآتيناك نبأ القرآن العظيم اللي يتابعها اللي هو القصص، القصص أو الأحسن تقول القصص، جمع قصة بكسر القاف، القصص جمع قصة. أما القصص مصدر، قص قصصا يعني حكى حكاية، وقصة جمعها قصص، فممكن تقول قصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن على سبيل المصدر، بما أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه من أحوال الأمم السابقة والأمم اللاحقة، وما حدث وما سوف يحدث إلى أن تقوم الساعة، وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وأحوال القيامة وأحوال الأكوان. كل هذه الأشياء أيضا أتت في القرآن وأخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. والمعنى الرابع في السبع المثاني والقرآن العظيم، قيل سميت أم القرآن مثاني اللي هي الفاتحة. إذا قلنا بقى الفاتحة ليه سميناها مثاني؟ قالوا لأنها تثنى مثاني، لأنها تثنى في كل ركعة، يعني من التثنية وهي أنك أنت تكررها كل ركعة بتكررها، فسميت مثاني لأنها تثنى أي تكرر في كل ركعة، وسميت مثاني لأنها نزلت مرتين في المدينة وفي مكة، فهي سورة مكية مدنية، سورة الفاتحة مكية ومدنية نزلت مرتين، يبقى مثاني من هذا المعنى. وقيل مثاني من الثناء، لأن فيها من الثناء على الله، يعني تحوي من الثناء على الله، فيبقى مثاني من الثناء. وقيل مثاني من التثنية زي ما قلنا التكرير، وقيل من الاستثناء، من الاستثناء لأن الله سبحانه وتعالى استثناها لنبينا وخصه به، فسميت مثاني لاستثناء الله نبينا بها دون سائر الأنبياء، لأنه كان رب القدر ينزلها على غيره من الأنبياء، لكن استثنى نبينا وأخرها حتى نزلت على نبينا، وهي في علم الله معلومة لأنها من كلام الله قديمة قبل أن يخلق الخلق، ولكن استثنى نبينا لها. فيبقى المثاني هنا من التكرار يعني التثنية، أو من الثناء أو من الاستثناء، تحمل معنى المعاني دي كلها، والله أعلم. ممكن نخلص الفصل؟ قربنا قربنا على اي حال، عشان نبدا بقى في الباب الثاني من المره الجايه ان شاء الله، وهنخلص مش هنفتح مواضيع كثيره. وقيل بل الله تعالى استثناها لمحمد صلى الله عليه وسلم وذخرها له دون سائر الانبياء، وسمي القران مثاني لان القصص او القصص تثنى فيه، لان القصص بتتكرر فيه، تجد سيدنا موسى يذكر مثلا في سوره البقره، ويذكر في سور كثيره من القران، وسيدنا يوسف يذكر اسمه في كذا سوره، ثم يذكر بعد ذلك في سوره منفرده قصته، وهكذا سائر الانبياء تتكرر قصصهم في القران، وكل قصه تاتي بلمحه جديده تضيف للقصه السابقه معنى جديد، حتى تتضح بعد ذلك احوال الانبياء مع اممهم، حتى تكون عبره وموعظه، وحتى تكون تثبيت لنبينا صلى الله عليه وسلم ومواساة لنبينا، ويبين لنبينا أنه كما كذب فقد كذب الذين من قبله، وحتى يصبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إذا عمت إيه البلية خفت وهانت، فلما اشتد على النبي تكذيب أمته له صلى الله عليه وسلم قال لقد كذبت رسل من قبلك، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني لست أنت بدعا من الرسل، فقد كذب كل الرسل من قبلك، فلا تحزن ولا تعجل ولا تجزع على ذلك، هون على نفسك فإنك أعلى من أن تكذب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وتكلمنا عن هذه الآيات السابقة. وقيل السبع المثاني أكرمناك بسبع كرامات، ده سيدنا مين؟ جعفر الصادق أبو السيدة عائشة المدفونة هنا، واخد بالك؟ قايل في تفسيره إن السبع المثاني هنا هي سبع كرامات، إن ربنا خص نبينا بسبع كرامات. إيه هي بقى السبع كرامات؟ قال الهدى، لأنه أعطاه الهداية الكاملة، أعطاه الهداية الكاملة صلى الله عليه وسلم. الكاملة يعني إيه؟ ممكن ربنا يهديك لكن ما تعرفش تهدي غيرك حتى ولو اقرب الناس ليك،
ولكن يبقى ربنا هديك فتبقى دي هداية ناقصة غير متعدية، هداية قاصرة. إنما هداية النبي هداية كاملة متعدية، هو مهدي في نفسه هاد لغيره، واصل في نفسه موصل لغيره صلى الله عليه وسلم، هي دي بقى الهداية الكاملة صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الهدى وأعطاه النبوة المشتملة على الرسالة، يبقى دي ثاني كرامة من السبعة. وأعطاه الرحمة للأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، أعطاه الرحمة لجميع الأمة حتى الكفار صلى الله عليه وسلم. وأعطاه الشفاعة العظمى، رابع حاجة الشفاعة العظمى. وأعطاه الولاية اللي هي النصرة والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، وتولي أمر النبي بنفسه سبحانه وتعالى، فإنك بأعيننا، فكان بعين الله في كمال حفظ الله صلى الله عليه وسلم. وأعطاه التعظيم وهو كمال العظمة والوقار، حتى إن رسوله صلى الله عليه وسلم كان ظاهر العظمة وظاهر الوقار، حتى إن الإنسان كان لا يستطيع إنه إيه يتملى منه مهابة له، حتى إن أكبر الصحابة وأعظمهم قدرا كان لا يستطيع أن يرفع نظره في النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له، لأن الله سبحانه وتعالى غطى النبي بالوقار والهيبة والعظمة، حتى إن الإنسان كان لا يستطيع. سيدنا علي اختصرها وقال: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان مغطى بالعظمة والوقار صلى الله عليه وسلم، حتى إن صاحب البرد أراد أن يبين هذا المعنى فقال: كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو لوحده كده من جلالته ومن وقاره تحس ان معاه حشم وخدم وايه، وهو جاي لوحده من جلالته مغطى بالهيبة والوقار، فما كانش يحتاج بقى السرينة ولا يحتاج لايه لناس حواليه، ولا يحتاج وسع يا جدع النبي جاي وسع يا جدع. الرسول ما كانش يعمل الحكاية، هو وهو لوحده جاي وماشي صلى الله عليه وسلم في كمال الهيبة وفي كمال الوقار وفي كمال الجلال صلى الله عليه وسلم. والسكينة لسابع حاجة، يبقى ده الهدى والنبوة، الهدى المقصود بها الهداية، والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم وإيه والسكينة. وأنزل الله سكينته عليه. شوف بقى السكينة، تتجلى السكينة في مواقف. الموقف اللي يحضرني الآن علشان تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قد إيه كان في كمال السكينة وكمال الاطمئنان. الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات نام تحت شجرة وعلق سيفه على فرس من سيوف الشجرة، ونام تحت الشجرة صلى الله عليه وسلم. فجاء واحد من الكفار اختلف الموقف وجاء خلف الشجرة وانتظر لما الرسول صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه، واخد سيف الرسول صلى الله عليه وسلم وحطه على نحر، وحطه كده على نحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وقال له: من يمنعك مني؟ أي إنسان هيفتح عينه ويشوف المنظر ده يفزع، مهما كان قوي يفزع. الرسول صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وبكل سكينة فتح عينيه وقال: الله. فرفع السيف من يد الرجل يقول له: من يمنعك مني؟ قال له: الله. شوف ربك لما قاله سيدنا موسى، واخد بالك؟ إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ده البحر اهو وفرعون وجنودهم هيلحقونا. سيدنا موسى ما يعرفش ربنا هيعمل بيه ايه، لكن لكمال توكل الانبياء على الله عارف ان عناية ربنا مش هتسيب، فقال لهم: كلا مش هيلحقون، كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا اليها ان اضرب بعصاك البحر، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالانبياء عندهم كمال سكينة وكمال توكل على الله، ما يتهزوش في المواقف العصيبة ولا ينسوا ربهم في المواقف العصيبة، بل يزداد تذكرهم بالله فوق دوام تذكرهم بالله في المواقف العصيبة. وادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستيقظ والسيف عند نحره، فيقول له الكافر: من يمنعك مني؟ يقول: الله. فيقع السيف من يد الكافر فيأخذه صلى الله عليه وسلم ويقول للكافر: من يمنعك مني؟ بيقول له بقى نفس معاملته، قال: يمنعني منك حلمك وأنك لا تؤاخذ الناس بأعمالهم. قال: عفوت عنك. فخرج الرجل وأسلم لما شاف عفو النبي صلى الله عليه وسلم وكمال كرامته على الله. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. ولعلهم يتفكرون،
هيا شريف ولعلهم يتفكرون سورة النحل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سمى ربنا القرآن الذكر ليه؟ سمى الذكر ليه؟ وكان يقول وأنزلنا إليك القرآن، لكن سمى الذكر ليه؟ لأنه به يذكر الله، وبه يتذكر الغفلان، وبه يذكر العارفون عند الله لذكرهم للقرآن، وبه تذكر أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلي ذكرهم بالقرآن. فهو ذكر من هذه المعاني جميعا، فهو به يذكر الله، وبه تذكر أمة النبي، وبه يذكر الغفلان، وبه يتذكر الناس أجمعين، ويتذكر العارفون كمال قدرة الله. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، دليل السنة بقى، دليل حجية السنة، لحسن الناس يقول لك اللي في القرآن بس نعمله، إنما السنة دخل فيها الموضوع ما لناش دعوة بيها، أو أنت جيد مش فاهمين، لأن ربك قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، يبقى نزل الذكر عشان يبينوا الناس بإيه بالسنة، يبقى دليل حجية السنة يعني. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما أرسلناك إلا كافة، دي خصوصية برضو، خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى من خصوصيات نبينا انه يبين للناس، كأن ربنا جعله وكيل يعلم الناس شرع الله ويفسر للناس كلام الله، وكله لذلك. دي من كمال عظمته عند الله ومن جمال كرامته عند الله، انه انزل اليه الذكر ووكلهم يبينه للناس. كان قادر ان ينزل الذكر ظاهرا بائنا بغير تبيين النبي، ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل للنبي دورا في التبيين لكمال عظمته صلى الله عليه وسلم وكمال علمه بالله وبشرع الله. دي بقى برضو من جمال خصوصياته. انما التوراة لما نزلت، نزلت على صحف مكتوبة والواح، وتركها سيدنا موسى للناس يتعلمون ويقرأوا فيها كل بيان، خلاص هي باينة واضحة، مش محتاجة بيان النبي، هي باينة لوحدها. لكن الله سبحانه وتعالى انزل القرآن فيه المجمل وفيه المبين وفيه الخاص وفيه العام، وفيه العام اللي يرد به الخصوص، وفيه الخاص اللي يرد به العموم، ويحتاج لبيان، ووكل نبيه ليبينه. يبقى دي برضو خصوصية لنبينا، مفيش نبي وكل لبيان شرع الله كما وكل نبينا لبيان شرع الله بالسنة. ثم بعد ذلك بيّن خصوصية أخرى لنبينا، أنه أرسل للناس كافة، وكل نبي كان يبعث لقومه خاصة. أما النبي وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي كفاية لهم، تكفيهم فلا يحتاج لنبي بعدك، وتكفيهم بهدايتك إياهم فلا يحتاج لهاد بعدك، فيكون خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم كفاية للناس أجمعين. والناس يدخل فيها الإنس والجن، الناس من نوت أي تحرك، وكل ما تحرك على الأرض مكلف هو الإنس والجن، يبقى كلمة الناس يدخل فيها الجن ويدخل فيها الإنس. وما أرسلناك إلا كافة للناس، يبقى ما فيش نبي أرسل للإنس والجن على الإطلاق إلا نبي، لكمال فضله ولكمال خصوصيته صلى الله عليه وسلم ولعظم قدره عند الله. وما أرسلناك إلا كافة للناس، وكافة هنا يعني كاف، ولكن حط التاء ليه؟ زي كأنك بتقول عالم وتقول علامة، التاء هنا لكمال المبالغة. فهنا وما أرسلناك إلا كاف للناس، هي أصل الآية كده، ولكن ربك جعلها كافة وحط التاء زي عالم وعلامة لكمال المبالغة في الكفاية، لبيان كمال المبالغة في الكفاية، في كفاية النبي للخلق. خدت بالك؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا في سورة الأعراف، وتكلمنا على هذه الآية بالتفصيل، يمكن قعدنا فيها ربع ساعة على الأقل في أول هذا الكتاب.
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فكما أن الله له ملك السماوات والأرض فقد أرسلت لأهل السماوات والأرض. هذه علاقة أن ربنا يذكر أن هو مالك السماوات والأرض بهذه الآية. ليه جاب الملك السماوات والأرض في الوقت اللي بيقول إيه؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، عشان يبين أن مالك السماوات والأرض أرسل رسولا لأهل السماوات والأرض، رسولا واحدا يشمل أهل السماوات والأرض. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فكما أن الله يحيي ويميت فرسالتي تحيي وتميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فرسالة النبي تحيي وتميت كما أن الله يحيي ويميت. ولذا جاء الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، صفاته النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال القاضي رحمه الله اللي هو المصنف القاضي عياض: فهذه من خصائصه لم يشاركها فيه أحد، حيث أنه أرسل للملائكة رسول تشريف، وأرسل للإنس والجن رسول تكليف، وأرسل لسائل الخلق رسول رحمة. ودي خصوصية خاصة به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول. طيب، حاجة غريبة أوي الآية دي، شيء غريب. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة والناس لها ألسنة كافة، وربك قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وأرسل الرسول باللسان العربي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لكل أحمر وأسود، يعني للعرب والعجم. طب ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبينا بلسان العرب مع أنه أرسل لكل الناس؟ مش حتى برضه عايزة توضيح دي؟ لأن العربية أشرف اللغات وأوضح اللغات وأبلغ اللغات التي تستوعب دلالات شرع الله وكلام الله. ما فيش لغة تستوعب دلالات شرع الله إلا العربية، وده لبيان شرف العربية، اللغة العربية لبيان شرفها. وما أرسلنا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مرسل رواه الإمام السيوطي قال أرسلت أو بعثت للناس كافة، فإن لم يؤمنوا لي فللعرب خاصة، فإن لم يؤمنوا بي فلقريش، فإن لم يؤمنوا بي فلبني هاشم، فإن لم يؤمنوا